السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نسوي مشروع باستخدام البروتوكول I2C. نشوف الدائرة. أول شيء هذه الدائرة عندي. أول شيء عندي المتحكم بيك 16F877A، وهنا عندي موصل شاشة ال LCD في البورت B. بعدين عندي هنا موصل مروحة، نقدر نتخيل ان هذه مروحة موصلة بريلي، وراح اتحكم فيها عن طريق المايكرو كنترول. موصل لو تلاحظون هنا عندي هذا الموتور عندي اللي هو عبارة عن مروحة، نقول موصلة بريلي. عندي هنا ريلي، وهذا الريلي راح يشغل لي المروحة على 12 فولت. اوكي، هنا عندي ترانزستور راح اتحكم بالترانزستور عن طريق المايكرو كنترولر. اوكي، ف اذا اتحكم بقوة الترانزستور راح يمر عندي التيار عبر ملف الريلي الى الارضي، بعدين راح يتولد عندي مجال مغناطيسي راح يوصل المروحة بالجهد. اوكي، راح تشتغل. اوكي، وهنا نفس الشيء، ولكن عندي نقدر نتخيل ان هذه دفاية. اوكي، نقدر نتخيل ان هذه دفاية، عندي مروحة دفاية. طبعا هذا المشروع قد سويناه قبل، ولكن هنا راح نستخدمه عشان نوضح كيف نقدر نستخدم البروتوكول I2C ونوصل جهازين مع بعض. لو تلاحظون في الأمثلة اللي قبله كنا نوصل، يكون عندي ماستر وسليف. اوكي، الان راح يكون عندي واحد ماستر واثنين سليف. لو تلاحظون عندي هنا الايبروم، هذه ذاكره الايبروم البرمجيه اول وحده، وهنا عندي حساس الحراره اللي هو TC74، ايضا شرحناه بالتفصيل. وهنا عندي موصل الديبجر، قلنا نوصل الاي تو سي ديبجر. اوكي، لان بعض الاحيان ما راح يشتغل عندي في التطبيقات اللي تعمل بالاي تو سي. وهنا عندي البول اب ريزيستر، وهنا عندي سويتشين. السويتش الاول راح يسمح لي اني ازيد القيمه، بيكون عندي كاونتر ازيد قيمته بهذا السويتش. اوكي، السويتش الاول موصل، لو نكبر عندي السويتش الاول لو نلاحظ موصل بالبي زيرو، هنا بي زيرو، وعندي السويتش الثاني بالبي واحد موصل هنا. اوكي، فقلنا السويتش الاول راح يزيد الكاونتر، السويتش الثاني راح ينقص. اوكي، بعدين عندي طبعا الريلي اللي راح يتحكم بالمروحة موصل في الدي زيرو، موصلين هنا بالدي زيرو، وقلنا هذه بتكون الدفاية اللي هي في الدي ون. فكرة المشروع بسيطة جدا، انه أول شيء يكون عندي قيمة الكاونتر يحددها المستخدم، يعني مثلا 25، إذا حطها 25 فإذا ارتفعت درجة الحرارة عن 25 يعني إن الجو يكون حار، فوش بيسوي؟ بيطفي الدفاية ويشغل المروحة. أوكي، وإذا صار العكس يعني إن درجة الحرارة أقل من القيمة اللي حطها المستخدم عن طريق السويتشين اللي هنا، فوش يسوي؟ راح يطفي المروحة ويشغل الدفاية. اوكي، واذا كان الجو معتدل يعني يساوي نفس القيمة اللي حطها المستخدم، فما راح يشغل لا الدفاية ولا المروحة. اوكي، وبعدين عندي كل ما يغير المستخدم القيمة راح يخزنها عندي في الايبروم، راح تخزن عندي في الايبروم، عشان اذا طفى الجهاز، لو طفى الجهاز علي او سويت ريستارت راح تكون القيمة مخزنة في الايبروم، ما اضطر اني اضبطها من جديد. اوكي، هذا المشروع نفسه قد استخدمناه من قبل. نشغل المشروع نشوف. عندي هنا في البداية لو تلاحظون temperature يساوي 25، والقيمة اللي حطها المستخدم 25، يعني لو أنقص الحين يعني الجو معتدل
لو نلاحظ كلها طافية، لا المروحة ولا الدفاية شغالة. اوكي طيب، خلنا نقول ان درجة الحرارة ارتفعت كذا، يعني درجة الحرارة يعني الجو عندي حار. اوكي فكذا فان اون، شغل المروحة، وهنا عرض الرسالة. طيب خلنا نرجع 25 كذا، الجو معتدل. اوكي لان القيمة متساوية عندي، لو نقصت كذا عندي الجو بارد لانه اقل من القيمة اللي حطها المستخدم. فكذا هيتر اون، شغل لي الدفاية. اوكي لو ارجع ل 25 راح يطفيه. كذا اقدر ازيد اغير الرقم اللي قلنا المستخدم راح يحدده، كذا اقدر ازيده واقدر انقصه. طبعا كل ما غير القيمة قلنا بتتخزن عندي في الايبروم، وهنا عندي الحساس، عندي الايبروم اللي هي ال 24C02C، وحساس الحرارة اللي هو تي سي 74 موصلينه عن طريق البروتوكول اي 2 سي. فنيجي نشوف الكود. عندي في البداية أول شيء هنا تعريف أقطاب ال LCD اللي موصلين في البورت بي، هذا عندي شاشة ال LCD. بعدين هنا عندي كونستنت، وقلنا عندي بيكون عندي جهازين موصلين موصلين في المايكرو كنترولر اللي هو الماستر. عندي الجهاز الأول اللي هو الإيبروم، فأنا حطيت هنا كونستنت ثابت، هذا عنوان الإيبروم. أوكي وهنا عندي ثابت ثاني اللي هو تمبرتشر ادرس، عنوان حساس الحراره. طبعا نفس التطبيق اللي استخدمنا فيه الايبروم وحساس الحراره، ولكن هنا دمجناهم مع بعض عشان نسوي مشروع. اوكي وهنا عندي unsigned short بايت راح اخزن فيه درجه الحراره، وهنا عندي راح اخزن في هذه المصفوفة درجة الحرارة المحول إلى نص عشان أعرضه في ال LCD. بعدين هنا عندي الكاونتر اللي راح يزيد المستخدم، قلنا من خلال هذا السويتش راح يزيد عندي وينقص المستخدم الكاونتر. أوكي لو نجي نشغل هنا، نلاحظ هنا 25 في البداية، إذا زد 26، وإذا نقصت رجعت ال 25، فهذا الكاونتر راح يغير المستخدم. أوكي بعدين عندي هنا قيمة الكاونتر المحول إلى نص، لأني أبي طبعا كل ما يضبط المستخدم ابي اشوفه في ال LCD عشان اتاكد من القيمه. اوكي فلازم احوله الى نص، عندي هنا المصفوفه. وهنا عندي بت، اذا ضغط على السويتش الزياده اللي يزيد القيمه حق الكاونتر راح اخلي هذا بواحد، واذا نقصت راح اخلي هذا بواحد. اوكي يعني هذه الاعلام اللي عندنا الفلاجز راح تعلمني اذا هل تم الضغط على السويتش الزياده، اوكي، او هل تم الضغط على السويتش حق الديكريمنت. اوكي وهنا عندي متحول unsigned short starting problem، هذا المتحول مسميه starting problem. لو نلاحظ في البداية أول ما يقرأ عندي أول ما أشغل الدائرة راح تكون قيمتها بصفر. أوكي ليه؟ لأن أول ما تشتغل الدائرة عندي راح يجري الاتصال عن طريق البروتوكول I2C، وراح يجيب القيم، راح يجيب النتائج، وبعدين يتحولها ويعرضها في ال LCD. فلين هذه الفترة راح تكون قيمتها مبدئيا صفر. فكذا إذا كان عندي صفر أنا وش قلت؟ قلت إنه فبيشغل عندي الدفاية. أوكي؟ ليه؟ لأن درجة الحرارة بتكون أقل. فأنا وش سويت؟ عشان أتغلب على هذه المشكلة في البداية خليت عندي متحول هنا، عندي متحول عبارة نقدر نتخيل إن هذا المتحول كاونتر. أوكي؟ لو نيجي نشوف تحت هنا وش وظيفته؟ عندي هنا في البداية هذا هو المتحول، عندي لوب، هنا عندي فور لوب، أمر تكرار
مرتين، راح اكرر عندي لوب وراح اسوي امر التكرار مرتين، اوكي؟ فعندي هذا المتحول يساوي صفر، بعدين حط المتحول less than 2 يعني اني بسوي امر التكرار مرتين، بعدين بلس بلس، اوكي؟ بعدين هنا عندي وش راح اسوي؟ راح اقول قلنا هذا المتحول اللي هو عباره عن بايت راح يقرا درجه الحراره، اوكي؟ بعدين عندي امر انتظار لمده 100 ملي سكند، بعدين بيرجع ثاني مره لانه قلت هذه حركه تكرار مرتين، راح يقرا ثاني مره. يعني كذا باختصار انا وش قاعد اسوي هنا؟ قاعد اقرا درجه الحراره في البدايه قبل ما ادخل الانفينيت لوب، واسوي الاوامر يعني اشغل الدفايه واطفيها. فلا بد ان اول شيء اتاكد اني يعني اقرا مرتين درجه الحراره عشان اتاكد اني حصلت على القيمه الحقيقيه، اوكي؟ لان في البدايه قلنا بيجينا صفر، بيكون صفر. بنلغي هذا بنلغي هذا الكود ونتاكد، اوكي؟ عشان نشوف المشكله. خلينا نجي هنا نلغي، نسوي هنا كومنت، اوكي؟ ونشغل، نسوي بيلد. لو نيجي الحين هنا لو تلاحظون اشتغل عندي الدفاية وطفى بسرعة، لأن لسه على القيمة ما كانت جت، أوكي؟ فلو نرجع ثاني مرة، لو نلاحظ هنا أول ما أشغل الدائرة لاحظ هنا عندي راح تشتغل الدفاية وتطفى بسرعة، أوكي؟ لأنه قلنا في البداية ما بتجينا القيمة الحقيقية، بيكون صفر، أوكي؟ لين ما يجيب البيانات من الآي، من عفوا من الحساس اللي هو التي سي 74 عن طريق البروتوكول اي 2 سي. ف انا وش سويت في البدايه؟ قلت سويت لوب حلقه امر تكرار يقرا درجه الحراره مرتين، اوكي؟ او اقدر ازيد ثلاث مرات عشان للحيطه، اوكي؟ احتياط عشان يكون عشان اضمن القيمه. فعندي لو شغل لو تلاحظون يشتغل عندي الدفاية ويطفى. فانا اذا سويت هذه الدائره، اذا سويتها في الريل هاردوير وضبطت المشروع ووصلته، يعني في نتخيل انه مشروع حقيقي، فما يصلح هذا الشيء انه اول ما اشغل الدائره يشغل الدفاية عندي ويطفيها، اوكي؟ فانا عشان كذا لازم اتغلب على هذه المشكله، اوكي؟ اتاكد من درجه الحراره احصل على القيمه، بعدين ذيك الساعه اشغل او اطفي الدفاية، اوكي؟ فانا عندي عشان كذا سويت هنا عندي الفور لوب. الحين لو نجي نسوي ران نرجع نشغل، راح نلاحظ اول ما اشغل ما راح تشتغل عندي الدفاية، اوكي؟ اوكي. فقلنا هذه فائدة المتحول اللي هو starting problem. بعدين عندي نرجع المين فانكشن، هنا عندي الدالة الرئيسية، أول شيء عندي التعريف، نجي نشوف الدالة. عندي أول شيء تعريف الـ I2C، عندي الكلوك 100 كيلو هرت، بعدين تعريف الـ LCD، وعندي هذه الرسالة عرضها في البداية اللي هي I2C Temperature EEPROM. هذه رسالة تكست. بعدين عندي هذا القطب قلنا اللي هو راح ازيد من خلاله الكاونتر اللي هو في البي 0 خليناه بواحد يساوي واحد تريس بي دوت بي 0 واحد، يعني انه بيكون دخل. وعندي هذا السويتش اللي راح ينقص درجة الحرارة، عفوا الكاونتر، قيمة الكاونتر هذا راح يزيد قلنا، وهذا راح ينقص الكاونتر، اوكي؟ فعندي سويتشين كدخل، وهنا عندي سويتشين كخرج، وهنا عندي دي 0 ودي 1 كخرج. عندي الدي 0 قلنا بيتحكم بالمروحة، وعندي الدي 1 بيتحكم بالهيتر اللي هو الدفاية، اوكي؟ هنا حطيت الدي 0 يساوي صفر، لان في البدايه يكون عندي كل شيء طافي، اوكي؟ بعدين نرجع للمين فانكشن،
هنا عندي في البداية لازم أول شيء أقرأ هذا الكاونتر، لازم أقرأه من الإيبروم. أوكي، قلنا الكاونتر هو اللي بيضبط المستخدم عن طريق السويتشين، إما يزيد أو ينقص. أوكي، فقلت في البداية قبل كل شيء لازم أقرأه من الإيبروم. يعني تخيل طفى عندي الدائرة أو سويت ريستارت، فقلنا بيرجع للدالة الرئيسية، بيدخل للتعريف، بعدين أضمن إني أنا أقرأ هذه القيمة. أوكي، في البداية لازم أقرأ هذه القيمة بعد التعريف. أوكي، فقلنا بنخزن قيمة الكاونتر اللي ضبطها المستخدم بتكون في الأدرس 0. أوكي، لو نيجي نشوف هذه الدالة من وين راح تقرأ قيمة الكاونتر، هنا عندي هذه الدالة قلنا راح تقرأ القيم من ال إيبروم. أوكي، I2C إيبروم ريد، هذه اسم الدالة. أوكي، حطينا هنا unsigned short تعريف الدالة، ليه؟ لأنه بترجع قيمة، عندي return value، وهنا عندي راح أمرر الأدرس عبر الفانكشن. أوكي، يعني هذا الأدرس اللي أرسلته من ال main function. أوكي، لو نيجي من main function أنا وش سويت؟ مررت الأدرس، لأن قلنا قيمة الكاونتر راح أخزنها في الإيبروم، فأي أدرس في الإيبروم، عندي location في الإيبروم حطيت في الأدرس 0. بعدين عندي متحول راح اخزن فيه القيمة اللي راح اقراها من الايبروم. بعدين عندي بت الستارت سيجنال، عندي الستارت سيجنال اي تو سي ستارت، بعدين عندي اي تو سي رايت، هذا الايبروم ادرس بلس رايت، لان راح اكتب في الايبروم، مش راح اكتب، راح ارسل العنوان اللي راح اقرا منه. بعدين عندي اي سكوير سي ريبيتد ستارت، بعدين عندي وش راح اسوي؟ راح ارسل السليف ادرس بلس 1 اللي هو قلنا قراءه كذا. بعد كذا بتكون عندي القيم جاهزه للقراءه، راح يكون عندي متحول وش يساوي؟ يساوي اي تو سي ريد، راح يقرا القيمه من الايبروم. اوكي، قلنا الادرس هذا هو الادرس اللي راح ارسله عبر الداله. اوكي، طبعا الفرق بين هذا واللي فوق، هذا عندي الايبروم ادرس، هذا عنوان الجهاز، وهذا العنوان اللي راح اخزن فيه داخل الايبروم. اوكي، بعدين عندي بعد ما استقبلت القيمه راح اسوي اي تو سي ستوب، بعدين راح اسوي ريتورن للفاليو. اوكي، راح ارجع لي القيمه المقروءه. اوكي، بعدين كذا حصلت على الكاونتر. بعدين اجي لهذه الداله، هذه الداله في البدايه وش راح تسوي؟ عندي في البدايه عندي هنا اف ستيتمنت، راح تشوف هل تم الضغط على السويتش ام لا. قلنا هذا البت اللي راح يشوف السويتش هل تم الضغط عليه ام لا. طبعا في البدايه ما راح يكون مضغوط اكيد، لاني ما راح اضغطه في البدايه. اوكي، بعدين عندي هنا نفس الشيء، هذا الديكريمنت سويتش اللي راح ينقص الكاونتر، ف ما راح يدخل هنا، ايضا ما راح يدخل هنا. وين بيجي؟ بيجي عندي في هذا امر اللي هي باي تو سترينج. وش راح تسوي؟ راح تحول قيمه الكاونتر اللي قريتها من الايبروم، تحولها الى نص وتخزنها في المصفوفه عندي هنا. اوكي، بعدين عندي راح اعرض قيمه الكاونتر في شاشه ال LCD. طبعا سويت كذا لان في البدايه نفترض اني ما خشيت هنا في البدايه. اوكي، نفترض اني ما خشيت، نيجي نسوي بيلد، نشغل المشروع. لو تلاحظون ما جاء عندي هنا الكاونتر، يوم زدت او نقصت جاء عندي قيمة الكاونتر. ليه؟ لان انا كذا عن طريق السويتش دخلت للدالة. اوكي، فنحن ما نبغى ننتظر ليه ما يغير المستخدم يعرض لي الكاونتر، نبغى في البداية. اوكي، فعشان كذا استدعي هذه الدالة. اوكي، ففي البداية راح يجي وش يسوي؟ راح احول قلنا الكاونتر الى نص، وبعدين راح اعرضه في ال LCD. اوكي، بعدين عندي زي ما شرحنا قبل، هذا راح اسوي امر تكرار، يعني راح اقرا درجة الحرارة مرتين، لان هنا عندي مرتين. اوكي، عشان اضمن اني احصل على القيمة الحقيقية. اوكي، لان في البداية قلنا بيكون زيرو، فأنا عندي مباشرة كان زيرو، وش راح يسوي؟ قلنا راح يشغل الدفاية.
نيجي نشوف هذه الدالة اللي راح أقرأ من خلالها درجة الحرارة. عند هذه الدالة أيضا راح ترجع لي القيمة اللي هي درجة الحرارة. عندي هنا متحول راح أخزن فيه القيمة اللي راح أقرأ فيها درجة الحرارة، أوكي؟ بعدين عندي ستارت سيجنال، بعدين راح أرسل عنوان الجهاز الحساس، حساس الحرارة، أوكي؟ بعدين قلنا هذا الكوماند لازم أرسله اللي هو 00، كذا راح يتيح لي إني أقرأ درجة الحرارة، الريجستر حق درجة الحرارة اللي في الحساس. بعدين أسوي ريبيتد سيجنال، ريبيتد ستارت، بعدين عندي راح أرسل عنوان الحساس زائد واحد، يعني اني راح ابي اقرا القيمه، راح يفهم مني الحساس اني بقرا درجه الحراره. فكذا راح تكون عندي القيمه جاهزه للقراءه. وش راح اسوي؟ راح اخلي هذا المتحول يقرا القيمه اي تو سي ريد، بعدين في النهايه عندي ستوب، بعدين ارجع القيمه اللي قريتها. اوكي، بعدين هنا عندي الانفينيت لوب. خلينا نشوف الانفينيت لوب. في البدايه عندي اقرا درجه الحراره، ايضا هنا اول ما ادخل في الانفينيت لوب، لان هنا عندي قلنا الامر هذا راح يتكرر فور ايفر، اوكي، الى الابد. عندي انا باستمرار اقرا درجه الحراره واشوف درجه الحراره الحاليه، اوكي، عشان كذا يكون يتابع عندي درجه الحراره. فقلنا هذا المتحول ايضا راح يدخل لهذه الداله اللي شرحناها قبل شوي، نفسها هي دال، راح يدخل هنا وشرحناها قبل شوي نفسها هي. بعدين عندي امر انتظار بعد كل قراءة لمدة 100 ملي سكند. بعدين راح احول درجة الحرارة اللي موجودة هنا قلنا الى نص، واخزنها في المصفوفة. هذه عندي المصفوفة اللي راح تخزن درجة الحرارة المحول الى نص. بعدين راح اعرض درجة الحرارة في ال LCD. وهنا عندي اف ستيتمنت، راح اشوف هل تم الضغط على القطب بي 0. قلنا بي 0 هو اللي راح يزيد قيمة الكاونتر، البي 0 هل تم الضغط عليه؟ إذا تم الضغط عليه راح أدخل عندي هنا في الإف ستيتمنت. وش راح أسوي؟ راح أخلي هذا المتحول قيمته بواحد. أول ما أخليه بواحد الإنكريمنت سويتش، أخليه بواحد مباشرة أدخل لهذه الدالة. بعدين مباشرة راح يجي هنا ألاقي إف ستيتمنت، هل هذا المتحول عندي بواحد؟ فعلا انا خليته واحد قبل ما ادخل الداله، عشان كذا خليته بواحد. فيجي هنا راح يزيد الكاونتر، بعدين راح يتاكد ان قيمته ما تتعدى ال 130، اوكي؟ هذا عندي الاف ستيتمنت، راح اتاكد ان اذا كان درجه الحراره، اذا كانت الكاونتر عفوا، الكاونتر اللي قلنا يزيد المستخدم او ينقصه، اذا كان اكبر من 128 يرجع يحطه 30، اوكي؟ لاني ما ابغى يتعدى ال 30، اوكي؟ بعد مباشرة أول ما أزيد القيمة وأتأكد إن ما تعدت ال 130، لأن درجة الحرارة قلنا أكبر شيء لو أجي أشغل هنا اللي هي 130. عندي له 130 أكبر شيء. بعدين عندي بعد ما أزيد القيمة وأتأكد إن ما تجاوزت ال 130، وش أسوي؟ I to C right، قلنا لازم أول ما نزيد أو ننقص لابد نضمن إن نخزن قيمة الكاونتر في الإيبروم، أوكي؟ فأنا وش راح أسوي؟ I to C right، عندي هذه الدالة، أرسلت أول شيء العنوان اللي راح أخزن فيه قيمة الكاونتر، بعدين الكاونتر اللي زدته، أوكي؟ نشوف هذه الدالة، عندي هذه الدالة راح تستقبل قيمتين، القيمة الأولى اللي هي الأدرس اللي بنخزن فيه في الإيبروم، هذا الأدرس اللي بنخزن فيه داخل الإيبروم، أوكي؟ وهنا الداتا، القيمة اللي راح نخزنها اللي قلنا بتكون الكاونتر. بعدين عندي I2C start، بعدين I2C write،
اكتب الادرس حق الايبروم حق الجهاز الايبروم اوكي على الخط اوكي، لان عندي جهازين لابد اني اميز بينهم، هذا عنوان الايبروم اوكي. بعدين عندي اي تو سي رايت اكتب الادرس لان انا كذا تخاطبت مع الايبروم، بعدين ابى اكتب على الايبروم بخزن البيانات، فلا بد ان اختار اللوكيشن اللي بخزنه داخل الايبروم اوكي. فانا ارسل الادرس، الادرس راح ارسله عن طريق هذا الداله، راح استقبل الادرس اوكي، بعدين راح ارسل البيانات عشان يخزنني في الادرس اوكي. بعدين اي تو سي ستوب بعدين في النهاية عندي أمر انتظار لمدة 300 ملي سكند. بعدين بيجي هنا بيشوف هل هذا متحول بواحد، لا نحن ما خليناه بواحد أوكي. بيجي هنا بيحول الكاونتر إلى نص ويعرضه في ال LCD أوكي. بعدين نرجع، بعدين بنطلع من هذه الدالة راح يخليه بزيرو كده، راح يخليه بزيرو اوكي، لان كده خلاص خلصنا من مفتاح الزياده. بعدين عندي هنا اف ستيتمنت، اذا تم الضغط على القطب بي 1، بي 1 قلنا هو اللي راح ينقص الكاونتر البي 1. بعدين اذا تم الضغط عليه يدخل هنا عندي في الاف ستيتمنت، راح يخلي هذا المتحول بواحد، بعدين مباشره يدخل الداله اللي هو الديكريمنت سويتش راح يكون بواحد. بيجي هنا بيشوف هل هذا بواحد، لا انا زدت، انا خليت ديكريمنت سويتش بواحد، فما راح يدخل، راح يتجاهل هذه الاف ستيتمنت اوكي. بعدين راح يجي هنا هل الديكريمنت سويتش بواحد، فعلا يكون بواحد، راح ينقص قيمه الكاونتر، بعدين يتاكد انه ما ينزل اقل من الواحد اوكي. اذا كان اقل من واحد يرجع للواحد اوكي، لان انا بنقص الى الواحد ما بنزل لين الصفر اوكي. بعدين عندي اخزن هذه القيمه في الايبروم اوكي، قلنا نفس العنوان، نفس العنوان اوكي، قلنا بنخزنها في اللوكيشن زيرو داخل الايبروم اوكي. نرسل قيمه الكاونتر اوكي. بعدين عندي امر انتظار لمده 300 ملي سكند. بعدين زي ما قلنا راح احول الكاونتر الى نص واعرضه الى ال LCD، عرضه في ال LCD. بعدين عندي اخر داله، طبعا هنا قلنا بيطلع بعد ما خلص من الديكريمنت سويتش راح يطلع من الداله وراح يخليه بصفر اوكي. لا ننسى نسوي ريست. هنا عندي هذه الداله الاخيره اللي هي كنترول فان هيتر. هذه الداله وش راح تسوي؟ راح تشوف اول شيء عندي اف ستيتمنت، اذا تحقق هذا الشرط راح يسوي ما بداخله اوكي. اذا ما تحقق بسرعه مباشره راح يجي هنا، عندي هنا else if راح يجي هنا، واذا ما تحقق يعني لا اللي فوق ولا اللي تحته فتلقائيا راح يجي هنا اوكي. عندي هنا اول شيء في الاف ستيتمنت هل درجه الحراره تساوي قيمه الكاونتر اللي حطها المستخدم، اذا كانت القيمه متساويه إذا كانت القيمة متساوية وش راح يسوي؟ يعني الجو معتدل، راح يطفي المروحة والدفاية وما راح يعرض الرسالة. نحن لو نشغل هنا، لو تلاحظون هنا عندي إذا كان المروحة شغالة راح يقول لي إن المروحة شغالة أوكي، فأنا راح أجي في هذا اللوكيشن راح أحطه فاضي أوكي، لأن الجو معتدل عندي أوكي. فأنا جيت هنا هذا اللوكيشن حقه حطيته فاضي. بعدين عندي في الشرط الثاني وش راح يكون؟ اذا ما اذا درجه الحراره ما تساوي قيمه الكاونتر، فيمكن تكون اقل منها، اذا كانت اقل منها درجه الحراره اقل من الكاونتر وش راح يسوي؟ يعني ان الجو بارد فيطفي المروحه، يشغل الدفايه، بعدين راح يمسح المكان، يعني لانه يمكن يكون في المكان مكتوب فيه ان المروحه كانت شغاله، فانا اضمن اول شيء اني امسح اللوكيشن وبعدين اكتب القيمه اللي ابيها اللي هي هيتر اون، يعني الدفايه شغاله اوكي. بعدين في الشرط الاخير
عندي هنا طبعا اذا ما تحقق هذا الشرط، وعندي ما تحقق هذا الشرط، فهذا اخر شيء عندي الالس هنا. فوش راح يسوي؟ يعني انه الجو حار، وش بيسوي هنا عندي؟ انه بيطفي الهيتر ويشغل المروحه. وقلنا اول شيء نمسح اللوكيشن اللي بنكتب فيه، بعدين نكتب ان المروحه شغاله. نيجي نجرب نشغل المشروع. خلي 25، اوكي كده بيكون عندي درجة الحرارة 25. اجي اطفي، اجي اشغل الحين. نسوي بيل، بعدين نطفي ونشغل من جديد. لان في البداية لو تذكرون كنا الغينا الكاونتر، كاونتر فانكشن. اوكي الان بزيد، نبي نتاكد هل يتم تخزين القيمه لما الكاونتر في الايبروم. كذا انا قيمه الكاونتر 29 عندي. اوكي نفترض ان الدائره طفت عندي، راح اشغل من جديد 29. عندي في البداية أول شيء قلنا بيستدعي قيمة الكاونتر من الإيبروم. أوكي فهذا عندي مشروع يوضح كيف أقدر أوصل جهازين عن طريق البروتوكول I2C. طبعا المشروع بسيط جدا، ولكن حبيت إني أوضح كيف أقدر أوصل جهازين على نفس الباص حق الـ I2C.